مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج البلاد اليوم، والتي تأتي تكملة للمتابعة والنقل المباشر الذي خصصته قناة البلاد للمحاكمة التاريخية بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، والتي عرفت أولى جلساتها الكثير من الأحداث ومن التصريحات، وعرفت كذلك الحديث عن مبالغ مالية كبيرة وطائلة تكون قد صدمت من استمع إليها للمرة الأولى، مثلما كان قد تكلم وزير العدل بالقاسم زغماتي قبل أيام بأن ما سيسمعه الجزائريون خلال هذه المحاكمة سيصيبهم بالذهول. تابعنا اليوم انطلاق محاكمة أحمد ويحيى وكذلك عبد الملك سلال ووزراء رؤساء حكومات سابقة ووزراء والبعض من رجال الأعمال. رفعت الجلسة بعد الاستماع إلى عدد من هؤلاء، وستستأنف الجلسة يوم الغد بداية من الساعة 10 صباحا. سنقرأ في كواليس، في خلفيات، في ماذا جرى خلال اليوم الأول من المحاكمة، رفقة الضيوف هنا في الأستوديو الأستاذ حمزة برش الناشط الحقوقي. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا ومرحبا، شكرا جزيلا. كما سيلتحق بنا بعد قليل الأستاذ عمار خبابة المحامي والناشط الحقوقي من أجل مناقشة الحوصلة وحصيلة اليوم الأول من هذه المحاكمة التي توصف بالتاريخية. أستاذ حمزة برش، كما تابعنا واستمعنا وشاهدنا بالصور، اليوم كان التنظيم أفضل وأحسن بكثير مما كان عليه يوم الاثنين. انطلقت المحاكمة، الذي سجلناها اليوم هو انسحاب هيئة الدفاع، وسجلنا الكثير من التصريحات سنناقشها في خضم هذه الحلقة. لكن في البداية، كيف يمكن أن نصف هذا اليوم الذي انطلقت فيه محاكمة رؤساء حكومات ووزراء علنية على مرأى أمام جميع الجزائريين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، قبل أن أجيب على السؤال عن سؤالك سيدي الفاضل، لابد لنا أن نقف وقفة إجلال وإكبار لمؤسس الجيش الوطني الشعبي التي كان لها الفضل بعد الشعب في حراك 22 فبراير، الذي فتح المجال على مصراعيه لمكافحة كل فاسد في هذا الوطن. ثانيا، فيما تعلق بقضية القرن، وأنا أسميها قضية القرن بالنسبة للدولة الجزائرية الفتية، لم يسبق لها مثيل، ما نقولش على مستوى الجزائر فقط، على مستوى العالم ككل. المبالغ التي نهبت وصدرت واختلست من الخزينة العمومية أعتقد أنها فاقت 47 ألف مليار سنتيم. يعني لما تسمع هذا المبلغ تصدم من هول الأرقام التي بددها هؤلاء العصابة، أو ربما أكثر. هنالك تقارير تتكلم على أن 30% من 1050 مليار قد ضاعت في الفساد والنهب، 1500 مليار دولار، معناتها المبالغ كبيرة جدا. لا، هذا في ملف واحد فقط. أنت تتكلم عن ملف واحد وأنا أتكلم عن جميع الملفات. لما نوصل، لما قال رئيس الأركان وكذلك وزير العدل مؤخرا، قال بأن فاجعة ستصدم لحجم الفساد اللي كان مستشري في هذا البلاد. هذا إن كان يعكس شيء، يعكس أن الدولة الجزائرية لم تكن إطلاقا تعاني من تقشف ولا تعاني من أزمة مالية، كانت تعاني من الفساد وفقط، كانت تعاني من الفساد، من ثغرة خلق هؤلاء العصابة من أجل امتصاص واستنزاف خيرات البلاد. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية، لما نرجع لحيثيات المحاكمة اليوم والتصريحات التي أدلى بها المتهمون اليوم، أول تصريح يعني للغرابة، يعني كنا نشوفوا احنا كدفاع نشوفوا بعض المتهمين لما يطرح عليه سؤال معين يحاول يناور ويراوغ من أجل تبرير تصرف معين. لكن اليوم الوزير الأول السابق أحمد أويحيا كبيرهم الذي علمهم الاختلاس قال بأن الأموال التي أودعت في رصيده البنكي الغير مصرح به عبارة عن هدايا أصدقاء. بأي صفة يعطيك تلك الهدايا كل هذه المبالغ وتدعي بأنها هدايا من أصدقاء؟ العقل البشري السليم يقول أن من تلقى مزية أو هدية غير مستحقة بموجب أداء عمله يعاقب عليه القانون 061 المتعلق بالفساد ومكافحته. يعني لما يوصل درجة الاستهتار بالقوانين تاع الدولة الجزائرية من رئيس حكومة أو وزير أول
يعني ما بقات حتى هضره مع هذ الناس. انا كان جا الامر في يدي هذو المامو يعدمون بالرميا بالرصاص في مكان عمومي. عباك باش انت تختلس هذه المبالغ كلها وتنشا شركه باسم اولادك وتاخذ ملايير الدينارات والسنتيمات، هذه مجرد ملف واحد فقط. لما لو كان نرجعوا ندخلوا ملفات اخرى والاموال التي هربت للخارج بالعملات الصعبه، احنا نهضروا على عملات الدينار الجزائري، ولكن كاين ملفات اخرى فيها تهريب الاموال الى الخارج واستنزاف العمله الصعبه من الخزانه العموميه، وهذا ادهى وامر. لما نرجعوا الملفات الاخرى اللي راح تجي راح تشوف مبالغ بهذا الحجم ولكن بالدولار وليس بالدينار. يعني الأمر غريب ومفزع جدا. طيب، في مجريات اليوم الأول من هذه المحاكمة شاهدنا الجميع استعمل عبد السلام بوشوارب كمشجب كشماعة علق عليها جميع هذا الحجم الكبير من الفساد. كل هذا الحجم الكبير من الفساد أوكل لعبد السلام بوشوارب وإلى دفتر الشروط الذي كان سببا في كل هذه الخروقات المالية والقانونية. الكل يتكلم عن بوشوارب، كيف ترى هذه الجزئية؟ هما على كل حال كالغريق الذي يتشبط بأي قشة يراها قد تخرجه إلى بر الأمان. ولكن قبل ما نهضروا على بوشوارب يلقوا عليه كل التهم، حتى هما في بعضهم بقوا يتقذفون التهم، كل واحد يحمل سلال يقول يحيى، كل واحد يحمل مسؤولية للطرف الآخر. يعني حتى المستوى تاع الاستجواب تاعهم ماهوش مستوى تاع رجال كانوا في دولة، سبحان الله. والله شفنا قضايا من ناس بوسطاء ما عندهم حتى مستوى ويتكلم بواحد الأسلوب يعني يفرحك. شوف انت راه وزير أول أقل شيء عنده شهادة جامعية يتكلم بأسلوب تاع المافيا، كل واحد يرمي التهمة على الآخر وكل واحد يحاول يبرر أنه ما كانش هو المتسبب في هذه الأمور. كيفاش ما كنتش أنت المتسبب أكثر من ذلك؟ ربما قد يسأل البعض علاه بالذات تحكوت ومعزوز وهذا الناس اللي جاوا في هذا الملف، لأنهم هذا الناس بينهم حداد وبينهم ويحيى وسلال وحتى أبو شوارب رغم عندهم حتى أسهم في هذه الشركات، عندهم أسهم في هذه الشركات. وبأي حق أنت واش من القانون اللي يسمح لك أنت باش تعفي الناس من الضرائب وباش تعفي الناس من تسديد الديون؟ نعطيك أكثر من ذلك، نعطيك أكثر من ذلك. المفروض أنه هذا الناس يتحاسبوا حتى على مسح الديون بالعملة الصعبة اللي مسحناها ل 11 دولة. بصفتك واش أنت تصدر أمر باسم رئيس الجمهورية معاق ومريض ومقعد الفراش لا حول ولا قوة يصدروا قرارات سيادية بمسح أكثر من 12 مليار دولار؟ هذه ثاني جرائم لازم يتابعهم عليها. فيما قد يفيدهم هذا تعليق كل هذا الحجم الكبير من الفساد وتسليطه فقط على بوشوارب، قد يفيدهم هذا من ناحية القانونية، قد يعتبر مفر، قد تعتبر هذه ثغرة؟ لا مش ثغرة، لأنه وراه في حالة فرار. أول حاجة وراه في حالة فرار وراه غايب على بالهم اللي ما يقدرش يدافع على رأسه يلفقوا له كل تهم ليه، هذه وحدة. ثانيا راهم هذه الشركات متعلقة بقطاع وزاري هام اللي هو وزارة الصناعة. لما نقولوا وزارة الصناعة نقولوا بوشوارب لأنه هو كان على رأس القطاع. كل التهم ستلقى عليه بكل بساطة. نعطيك أكثر من ذلك، لكون نرجع شوية للخلف في 2014 لما فات العهدة الثالثة تاع الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، أول مجلس الوزراء اجتمع ومنح صفقة بالتراضي البسيط 150 صفقة ذات طابع دولي، منحها بالتراضي البسيط لأفراد العصابة هذو اللي هما رجال أعمال. يعني لما نرجعوا كان يعني مع الرئيس اللي نتمنى الرئيس راح يكون مستقبلا إن شاء الله بعد 12 ديسمبر ما يحكيش برك على الملفات اللي وقعت في العهدة فقط ولا العهدة اللي سابقة. المفروض يبدأوا من 99 لأنه الفساد هذا بدأ من 99. لما نشوفوا في 2004 99 كان اللي ما يعتبر هذا ظلم، الفساد في الجزائر أقدم، فساد أقدم من 99. لا، على الأقل المرحلة العشرية السوداء كانت مرحلة لا ممكن، لأنه حتى قانون الفساد فيه تقدم إلا فيما يخص في الجرائم التي عائدتها تحول إلى الخارج، هذه فقط الجريمة التي تتقدم لا تسقط بالتقدم. بقية الجرائم التي نص عليها القانون 061 وقانون العقوبات طيب، كلها جرائم تتقدم. ممتاز. يلتحق بنا الآن الأستاذ عمار خبابة المحامي والناشط الحقوقي. أهلا وسهلا بك أستاذ، مرحبا. وضيفك الكريم، شكرا جزيلا. نحن في بداية البرنامج كنا قد تكلمنا عن مجريات هذا اليوم الأول من هذه المحاكمة التاريخية. اليوم لا حدث يعلو فوق هذا الحديث في الشارع، في المقهى، في المنازل، عند كل الجزائريين. كيف تابعت وأنت المحامي وأنت الذي ناضلت في صفوف المعارضة لسنوات طويلة ربما من أجل أن نشهد هذا اليوم حتى تصبح مكافحة الفساد مسلطة على الجميع بدون استثناء، كيف تابعت هذا اليوم؟ شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أنا شكر على هذه الاستضافة وحييك شكرا ضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. أنا أنطلق من يعني أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل هذه العصابة هذه التي نهبت أموال هذا الشعب واستنزفت خيراته. ولما كنا مثل ما ذكرت لما كنا نقول بلي هذه المصانع نتاع تركيب السيارات راهي يعني أمور اللي ماهوش هذا هو اللي ينتظر فيها الشعب. ما كنا في ذلك الوقت ربما نعيب على الإجراء، ولكن من بعد ظهر وأنه ماهوش فقط الإجراء يعني نتاع الاستثمار في حد ذاته، وأنه من النوع الرديء وأنه من للتركيب إلى غير ذلك، بل الأموال المضمون الأموال التي يعني حولت عن مجراها والصفقات التي سلمت يعني والامتياز الذي منح لأشخاص دون أشخاص والأموال التي يعني أخذت. حتى اليوم واحد من المتهمين لما يسأل القاضي على بعض أملاكه ما على بالوش يعني هذه أمور كنا نسمع بها ربما يشوفوها في الأفلام يشوفوها في القصص الخيال. قال فلان مثلا يذكره مثلا واحد من الأغنياء والأثرياء في العالم يقول لك باللي مثلا بات في نزل في فندق من الفنادق وما يعرف باللي تاعه يعني نظرا لممتلكاته الكبيرة فإذا بي أصبحنا يعني نعيشها في الجزائر أنه مسؤولين والذين تبوأوا مسؤولية هذا الشعب يعني عندهم أملاك اللي داوها ولهفوها من الخزينة العمومية وما يعرفوهاش حتى يواجههم بها القاضي، لأن القاضي واجههم بالتصريح بالممتلكات. قال أنت راك مصرح بالممتلكات كذا، ولكن وجد عندك كذا وكذا وكذا، وهنا ما يقدرش يفلتوا. لا يمكن أن يفلت من العقاب ما دام أنه كمسؤول لما يتولى المسؤولية لابد يدير تصريح بالممتلكات. الآن صابوا أملاك طائلة غير مصرح بها. طبعا هنا مثل ما ذكرت يعني هم حاولوا أستاذ عمار هم حاولوا أن يفلتوا من القانون لما أرجعوا كل هذا الفساد هذا الكم الكبير من الفساد وحملوا المسؤولية إلى عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة، لأنه لا يتواجد هنا بالجزائر، هو فار من العدالة خارج الجزائر. قد يفيدهم هذا؟ لا يفيدهم، لن يفيدهم، لأن الوقائع كل واحد والوقائع اللي دارها كل واحد وكاين مسؤوليات. حتى ولو كان يعني يحاول يتهرب ما يقدرش. لماذا؟ لأنه هناك وقائع، وهذه وقائع ثابتة بوثائق وبشهادة شهود والضحايا، في ضحايا وفي حتى ضحايا أجنب. اليوم في ضحية واحد تركي يعني تركي نعم يعني شو يعني معناه الفساد نتاعنا يعني فاح وصدروه وصدر إلى الخارج. طبعا المواطن الجزائري طبعا يتابع هذه، وأنا كمواطن يعني تابع هذه المحاكمة. وفي أولا الإنسان يعني قال الحمد لله أنه لحقنا لواحد الوقت هذا السراق هذا اللصوص جورجيرو إلى المحكمة وبالأغلال أمام المحكمة وشاهدهم الجزائريون عبر هذه الصور التي وسقطت هذه الروايات وهذه الحكايات مسرحية ما كانش وما هوش وما يجيبوهمش وما يحكموهمش ومسرحية لغلك سقطت. من جانب آخر واحد يعني يحزن. لماذا؟ لأنه لما تشوف باللي هؤلاء كانوا يتحكمون في دولة هذا زوج رؤساء الحكومات هذو قرأوا في المدرسة الجزائرية، درسوا في المدرسة العليا للإدارة التي ساعة إجماع يحبوا يعني يفتخروا بها. طبعا أنا لا أسيء الظن بكل الخريجين تاع المدرسة العليا للإدارة، ولكن هاك تشوف هذو زعما ناس اللي دخلوا للقالب. المدرسة العليا هذه الإدارة كانت زعما هي القالب الذي يخرج منه المتصرفين الإداريين والزمالك كوميد ليطا يعني الموظفين والإطار تاع الدولة يقول بهم في المدرسة العليا تاع الإدارة. هاك تشوفوا واش خرج منهم هذه البدعة هذه اللي خرجت اليوم. هذه أول ملف وستأتي ملفات أخرى. ممتاز، نبقى في هذا الملف أستاذ حمزة برش. كيف تتوقع وكيف يقدر القانون عقوبة هذه التهم التي يواجهها المتهمون والموقوفون بحبس الحراش؟ نتكلم هنا عن رؤساء حكومات سابقة عبد الملك سلال وأحمد أويحيى. كيف تتوقع أن تكون العقوبة؟
أولا راهم كلهم متابعون بموجب القانون 0601 متعلق بالفساد ومكافحته، الوقاية من الفساد ومكافحته. كل مواد في هذا القانون عندها من 6 شهور لخمس سنوات، كاين بعض التهم من عامين لعشر سنوات، وكاين تهمة واحدة فقط المتعلقة بالرشوة في الصفقات العمومية من 10 سنوات إلى 20 سنة. لكن كاين هناك مادة في نفس القانون اللي هي مادة 46 ولا أعتقد 48 تتكلم عن الظروف المشددة اللي توصل العقوبة تاعها من 10 سنوات إلى 20 سنة. في حالة ما إذا كان الموظف الذي ترتكب جريمة ولا جرائم من التي نص عليها هذا القانون نص عن هذا القانون، إذا كان يتبوأ منصبا عاليا في الدولة أو قاضيا أو ضابطا للشرطة القضائية ضبط عمومي، يعني في هذه الحالة ممكن القاضي عنده الآن المادة هذه يتعامل معها، يقدر يصدر أحكام تصل إلى 20 سنة سجن ولا حبس نافذة، لأنه رأنا في مادة الجناح 20 سنة حبس نافذة. نعم أستاذ عمار، كيف تتوقع أن تكون العقوبة ومتى تتوقع أن تصدر هذه العقوبة؟ هنالك بعض المراقبين يتكلمون على أن الجلسة ستحال على المداولة يوم الغد، وقد نشاهد الحكم في بأقصى شكل غدا أو بعد غد. متى تتوقع أن يصدر الحكم، وما هي قيمة العقوبة أو ما هي مدة العقوبة التي قد تصدر؟ شوف، هو بالنسبة للحكم ممكن غد، يعني على لماذا؟ لأنه الآن مسؤولين كملوا راح يفوتوا إلى رجال الأعمال، وهيئة الدفاع انسحبت، يعني ما حش تكون مرافعات في بعض، كلهم انسحبوا. نعم كلهم، عدد أعتقد في رجل أعمال أو اثنين فقط اللي بقوا، لكن الجميع انسحب. إيه طبعا، إذا كان هذا أنا ما نش حاضر، يعني نش حاضر أتابع القضية عن طريق تابعتها عن طريق، لأنه فيه ناس فضوليين يحبوا يروحوا، أنا ما عندي حتى الفضول، وإنما أنا مهتم يعني أتابعها عن طريق وسائل الإعلام. نعم، يعني ككل جزائري نظن باللي الحكم يكون غدوة، يعني على أقصى تقدير، ما يقعدش الجمعة لظروف كثيرة، وحتى الأمور أنا انتهت، يعني غدوة رجال الأعمال يسمعهم جاوبوا وجاوبهم وروحوا المرافعات، التماسات النيابة، يبدأ ممثل النيابة وكيل الجمهورية، ثم ذلك الدفاع اللي حاضر يرافع ويدخل المداولات. بالنسبة للأحكام أنا والله ما نعطي لها قصة كبيرة. لماذا؟ لأنه لما تجيب وزير ورئيس حكومة دخلوا الحبس المؤقت، دخلوا الحبس وتجيبوا للمحاكمة، أنا بالنسبة لي هذا 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 هذا, هذا هو يعني قمة أو ولا أقصى الحدود نتاع الجزاء. واحد اللي كيما رئيس الحكومة اللي اسمه رابلك عنده 40 سنة ولا أكثر في الدولة، نعم، وفي ختامها ليس مسك، ختامها شيء آخر، ختامها الحبس، ختامها الحراش. فمهما كانت العقوبة، ولكن باعتقادي وأن الأفعال يعني يعاقب عليها القانون، رغم أنه تم تعديله من طرف العصابة في 2006. نعم في 2006، وزادوا عدلوه في 2010 وزادوا عدلوه في 2011. ألا تعتبر بأن هذا ما مسش غير قانون مكافحة الفساد، مس كل القوانين التي لها علاقة بغرض المال العام كلها، مس القانون العقوبات، مس قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالضبطية القضائية، وفيما يتعلق بالضبطية القضائية تابعة لمصالح. أنا كانت هنالك توجه نحو إعطاء غطاء قانوني ممنهج للفساد من دون شك، ولحبوا الوحدة الأسلوب، يعني والله اللي سماهم عصابة والله لا يعطيه الصحة، يعني فعلا عصابة بأتم معنى الكلمة، بحيث وأنه طبعا احنا كنا نقول يعني كمعارضة كنا نقول بأن النظام اليوم راهو أصبح يمشي بالرشوة، يعني مسألة يعني طاغت وصلت إلى حد لا يطاق، ولذلك هم قاموا بأول ممارسات. شفت كيف رئيس الحكومة يتكلم يقول لك أنا قالوا لي أنا وجهوني ما على باليش، أنا ما قدرش نتحكم في وزير صناعة، مش حكم عينوا فلان مش قادر عليه. يعني واحد الأمور، أنت ما الذي دهاك تعين رئيس حكومة وجيت وأقلت ثم بعد ذلك عاود عيطوك نفس الشخص
ونفس السيد اللي عينك قال يا أخي اسمح لي ما أقدرش. ممتاز. نتوقف عند فاصل أستاذ عمر حبابة أستاذ حمزة برش. مشاهدين الأفاضل فاصل ونواصل ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا مواصلون معكم في هذه الحلقة من برنامج البلاد اليوم والتي نسلط فيها الضوء على هذه المحاكمة التاريخية التي انتهى أول أيامها اليوم. سنواصل نقاش حول ما دار داخل قاعة الجلسات وحول الظروف التي تجري فيها هذه المحاكمة. أهلا بكم مجددا ضيوفي الأستاذ عمر خبابة والأستاذ حمزة برش. أعود إليك أستاذ حمزة. البعض يتكلم على أن هذه المحاكمة التي انطلقت اليوم فيها نوع من الإدانة لجزء كبير من الطبقة السياسية. نحن نتكلم عن رؤساء جهاز تنفيذي ونتكلم عن أمين عام لحزب سياسي ونتكلم عن أمين عام للقوة السياسية الأولى موجود رهن الحبس بالحراش جمال ولد عباس. كيف ستنعكس هذه المحاكمة على العمل السياسي ككل؟ أولاً أعتقد أنه 2 أو 3 من رؤساء أحزاب قوى كبيرة في البلد راي في الحبس. أربعة. على ويحيى بن يونس والعباس وجميعي وغول. يعني لما نشوف الويزة حنون عمارة بن يونس نعم. يعني لما تشوف اليسار واليمين والوسط كل هذا الفسيفساء السياسية زوج بهم في السجون. وهذه صفقة كانت من الأول هذو جماعة التحالف الرئاسي زايد جماعة اللي مشاو في إطار مؤخرا بعد اللي ترشح بوتفليقة انتخابات العهدة الخامسة وكل تكتلوا بدأوا يطبلوا ويزمروا العهدة الخامسة لأنهم فيكروشهم تبن. كما قال الأخر اللي ما فيكروش تبن ما يخاف النار. هذو الناس حابين يدفعوا العهدة الخامسة من أجل باش يتسطروا على الجرائم اللي يرتكبوها. الآن الطبقة السياسية لابد لها أن تراجع نفسها وتراجع حساباتها من منطلق ليس كل من يشارك في السلطة نظيف وليس كل حزب سياسي بما لديه فرحون. لأن الأحزاب السياسية المفروض يعني كي نرجعوا للأطر السياسية المعمول بها في أي دولة الأحزاب السياسية عندها تشكيلة تحا حكومية في حالة ما إذا تحصلت على الأغلبية في الانتخابات هي اللي تشكل حكومة وهي اللي تقود البلد بناء على برنامجها الانتخابي. لكن لما نشوفوا الأحزاب هذه كل حتى من بينها الحزب الأول في البلاد راهو يمشي وفقا لمخطط رسمه مترشح معين اللي هو رئيس الجمهورية السابق وحتى هو عمره ما قال لي مترشح باسم حزب معين. يعني الناس كل انضاثرت وذابت في برنامج تاع فساد وتاع سرقة ونهب الملعب وشاركوا فيه من قريب أو من بعيد. إذن أول شيء لازم مراجعة الأحزاب السياسية هذه حتى القوانين اللي تنظم تأسيس الأحزاب السياسية يجب أن تراجع وتضبط. ثاني شيء خذلنا كشعب جزائري خذلنا من طرف هذه الأحزاب اللي كانت تدعي أنها هي البوق تاع الشعب وهي الرقيب تاع الشعب للسلطة التنفيذية. حتى إذا نتكلم عن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة الفساد تم تعديله باستعمال البرلمان باستعمال الأغلبية البرلمانية عدلش هكذاك فقط هذا القانون لو كان ثاني كل القوانين تمر عبر البرلمان لو كان جريمة كانت لابد أنها تحرك تمويل الأحزاب الخفية هذه تمويل أنت كمسؤول كوزارة وكلهم ولو الأحزاب تحهم حبة من حبة وكان هذه حقيقة نقولها حتى في الإدارات لما كانت العهدات اللي سابقة كنا نشوفوا الإدارة الولاية الدائرة البلدية الوزارة تجند كل وسائل تاعها وكل إمكانياتها المادية والمالية من أجل باش يمروا مترشح معين. وحتى الأحزاب هذه لما عندهم إطاراتهم على رأس وزارة هذوك الوزراء كانوا يستغلوا إمكانيات الدولة باش يمولوا بها الأحزاب تاعهم شروا مقرات باسم بأموال الدولة استغلوا أراضي هكتارات بأموال الدولة. كاين بزاف أحزاب راهي تتمتع بممتلكات تاع الدولة. طيب. هذه المفروض أنهم يفتحوا فيها تحقيقات. أستاذ عمر خبابة أنت كنت ناشط في صفوف المعارضة لسنوات كنت في تنسيقية مظفران شاركت معهم أعتقد حتى في عين بنيان مؤخرا كنت قد شاركت. نعم. هل تعتقد اليوم وأنت تشاهد هذه المحاكمة وأنت تشاهد رؤساء حكومات أمام العدالة بأن جزء من الأهداف التي دفعتكم إلى النضال مطولا عندما كان التضييق كبير على النضال السياسي في الجزائر قد تحقق جزء من هذه الأهداف خاصة فيما يتعلق بالعدالة؟
من دون شك هو العدالة لما تلحق لهذا المستوى من أنه القضاء يحقق في ملفات. أكشفت مثلا في الملف تاع السوناطراك والله في الملف تاع طريق السيار أكشفت واش صار فيه، وحتى في الملف تاع الخليفة، ملف خليفة رفض أحد الوزراء حتى الامتثال كشاهد. إيه ما يجيش وثم بعد ذلك المتابعات تحبس. قال القاضي التحقيق حينها ما تعيط ليش؟ إيه وتحبس تحبس المتابعات، تحبس على مستوى معين، مستوى معين. في الصف الثاني تتوقف. حبس في الـ في الـ في الـ في الخليفة حبست في طريق السيار، حبست عند الأمين العام في طريق السيار. في الخليفة كيف ما مشتش، شفت من بعد حتى أوامر يعني مذكرات تاع قبض دو أمر بالقبض الدولي، شفت كيفاش حرف وشوش عليه، ثم بعد ذلك للشخص المتهم يعود بطريقة تاع الأبطال ويسمح له بالذهاب إلى الزوايا لإعادة اعتبار شعبي ومؤسساتي، مؤسسات دينية. إذن وكأنه قال هاك أنتم حبيتوا تدخلوا. ثم بعد ذلك شفت مثلا كيفاش كانوا يقدموا على أساس وأنه هناك تصفية حسابات، وأن الملفات هذيك جاءت من أجل قطع الطريق على الرئيس. أنا اللي استغربت قبيل مثلا، ما استغربت يعني، هو بالحقيقة هذه الممارسات حنا نعرفها، وإنما لما يجي من يؤكدها يجي كما نقولوا احنا يسطر تحتها، يجيك رئيس مسمو مدير حملة يقول له انا عينت شفويا من طرف شقيق الرئيس، ثم بعد ذلك يقول له فتح الحسابات جابوا لي وقعت عليها وما على باليش وش فيها. رئيس حكومة، تتصور انت رئيس حكومة يعني يلحق المستوى تعول هذا الحد هذا، يعين شفهيا في مهمة مهما كانت، نختلف ونتفق على أمورها المهم، ثم بعد ذلك يجي ويدير ويفتح حسابات باسمه. هذا تصريح مشابه لتصريح الراحل رحمه الله مدلسي عندما سئل في قضية الخليفة، قال لم أكن ذكيا. واحد المرة أنا قلت على بالك في بلاطو تلفزيون، كان واحد من المحامين هو اليوم من المجمع اللي دفعوا على أجمع اللي رحم اليوم في سيدي محمد، كان حاضر ما جابوه معايا في واحد البلاطو، وانا قلت له باللي قلت له كيف وزير يقول باللي انا قال له كذا، قال لي هذا اعظم تصريح في المحاكمة. واحد وشفته البارح في واحد الفيديو يتعنتر هكذا، والجماعة هذه يشوف الغريب الامر ان مثل ماذا كتبت انا مرة، قلت له انه نزلاء سجن البوليدة ونزلاء، ويعني إذا وجدت دفاع نزلاء سجن البوليدة هم أو الكثير منهم هم دفاع نزلاء الحراش، فاعرف وثق أن العصابة والمال الفاسد وجهان لعملة واحدة. يمكن وأنه أنا حبيت نقول لك بلي الناس مش فاهمة بأننا في مرحلة خطيرة جدا، شعب انتفض على كثير من الممارسات، بلغ السيل الزبع، انتفض، ثار الشعب. لازم نتعاملوا مع هذه الأمور بهذا الدرجة من الوعي. جماعة اليوم أنا نسمع واحد يقول له أن الاستدعاء ما جاناش، لازم يجينا 20 يوم قبل المحاكمة. يا راجل الناس نهبوا أموال، دو البلاد دوها للهاوية، ونجينا نناقش قضية استدعاء، نجينا نناقش قضية تاع قال والله لم يمكن غيري، حتى انت لانه قضيه وكيل الجمهوريه انه ما دارش يعني لم يمكن، اولا ممكن لماذا؟ لانه منح له اسبوع. انا لا ادافع عن هذا التوجه، ولكن حبيت نقول باللي هذه اللحظه انا اعتقد وانه كثير من الناس غايب عليهم اللحظه التاريخيه. نحن البلاد رايحه للهاويه، نحن في 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 مرحله يعني الشعب يعني انتفض، والانتفاض هذا نتاعو لماذا؟ لانه الحق قلبك، هذه حقره، هذه هي الحقره اللي رئيس حكومه ورؤساء حكومات ووزراء يحقروا الشعب هذا ويديوا له الاموال تاعو ويمدوها لمن يحبوا وبالطريقه اللي يحبوا. هذه حقره، ما شوف حقره ما بعدهاش حقره، ليس هناك حقره اكثر من هذا الشيء.
واحد يهز الاموال تاع الخزينه ويديها لنفسه والاولاده ويزيد يمد الصفقات والمشاريع لمن يحب ويزيد يدير من عندهم دراهم. وش يحسبوا في الشعب هذا؟ الشعب هذا لما انتفض تجيش معايا هذه مسرحيه هذه ما نعرفوش. وين الرقم عايشين يا ناس؟ تتفق مع هذا الطرح؟ هذا احتقار للشعب الجزائري مثل ما يقول الاستاذ عمار بابا. زميلي المحترم انا ما نقولش حقره برك، هذا راه ارهاب، هذا هو المعنى الحقيقي للارهاب، لانه اخطر انواع الارهاب. رغم انه الارهاب اللي عشناه في العشريه السوداء سقطت ارواح كثيره، والناس اللي راهم الحاليين اللي راهم هما رؤوس الفساد هما في وقت العشرية السوداء كانوا الجزارين الكبار، هما المخططين للمجازر اللي كانت تقع من أولهم أحمد أويحيا كان في كل الحكومات من بداية التسعينات إلى يومنا هذا. في العشرية كانوا يتاجروا بدماء المواطنين، وفي الألفية يتاجروا بأموال المواطنين أم أموال الشعب. هذا ولا قلت سبقت وقلت أنه المفروض أنه قانون مكافحة الفساد يتعدل وتكون أقصى عقوبة الإعدام، وتكون الأحكام تاعها غير قابلة للاستئناف بأي طرق من طرق الطعن. لماذا؟ لأنه هذا الناس رهنوا مصير تاع 40 مليون مواطن ويجي متبجحا في أمام المجلس الشعبي الوطني ويقول ما عدناش دراهم، ما عدناش يا ربي ما نخلصوا العمال هذا الشهر، يقولها بكل تبجح وفي الخزينة تاعو يلقاو 300 مليار سنتيم، هذا غير اللي لقاوها في الرصيد تاعو اللي ما صرحش به، بالك عنده أرصدة أخرى في سويسرا في أوروبا ممكن تفوت ملايير الدولارات. 300 مليار سنتيم مقارنة بالمبالغ التي نهبت هذا الصرف؟ أكيد لا، هما ما يهمهمش العمال، يعتبر صرف هذا يا سي يوسف، هما ما يهمهمش الدينار لانهم اموالهم راهي مهربه للخارج، لانه بالنسبه ليه 300 مليار هذا مصروفه اليومي. لكن المشكل وراه انه الاموال التي اودعت في بنوك في اوروبا لما ترجع وتوصل هذا المبالغ اللي راهي موجوده في البنوك بحساباتهم الشخصيه ولا حسابات اولادهم، راح هذا المبلغ اللي تقول 300 مليار تلقاه بالدولار. هل ترقى هذه المحاكمه لان تصبح عبرة في تاريخ الجزائر لكل المسؤولين؟ أكيد تصبح صورة في خلفية أي مسؤول جزائري يصل إلى المسؤولية سيشاهد هذا اليوم يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019 تم محاكمة فلان وفلان وفلان. نعم، ولكن بشرط. أول شرط ما نبقاوش نعتمدوا غير على المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية تاعها المفروض أنها خلوها تلتهب بحراس الحدود، تطوير جيشنا، نطوروا جيشنا باش نكونوا معادلة صعبة في المجتمع الدولي. لازم نخلقوا آليات قانونية، وهذا هو الرهان اللي لازم يكون عند رئيس الجمهورية المستقبلي، لأنه كان ما يكونش بهذا الطرح راح ينعاد الشعب يخرج كما خرج 22 فيفري. لازم لها آليات تضبط، كل مؤسسة عندها حدودها وكل مؤسسة عندها صلاحياتها، ولازم نفصلوا أنا نقولها، لازم تفصل المؤسسة الأمنية عن العمل السياسي وعن العمل الإداري. أول تصرف داروه يعني مؤشرات الفساد منين بدات؟ لحقوا جهاز المخابرات للرئاسة باش يتمكن منها سعيد بوتفليقة وميخلي حتى واحد يتحرك في ملفات الفساد. ثاني حاجة وصلت بهم الجرأة أن وزير العدل اللي كان ذاك الوقت اللي راهو ذوك رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات كان هو اللي يصدر أمر بمعية النائب العام آنذاك من أجل باش يصدروا أمر بالقبض، مذكرة أمر بالقبض ضد وزير فاسد عاث في الأرض فسد ساكب خليل بالقاسم زغماتي وشرف، ودفعوا الثمن. وأكثر من ذلك بعد هذه العملية مباشرة تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية، ولا ما يقدر حتى واحد يباشر دعوة عمومية فيما يخص المؤسسة، وتم معاقبة شرفي وتم معاقبة زغماتي، والأكثر من ذلك أبعدهما عن الحياة. أكثر من ذلك أنهم وضعوا آليات في قانون الإجراءات الجزائية تمنع أي شخص يحرك الدعوة العمومية ضد مؤسسة اقتصادية ولا تجارية عمومية ولا خاصة إلا بشكوى من طرف أحد أعضاء مجلس الإدارة. يعني زادوا حماوا الفساد، ما اكتفوش أنه يعاقبوا الناس اللي حابوا يحاربوا الفساد، بالعكس بل زادوا داروا ترسانة تاع قوانين. لماذا؟ باش يحميوا الفساد هذاك. والأكثر من ذلك، الأكثر يعني غرابة أشر البلية ما يضحك، السي او يحيى يروح يبيض أمواله في مؤسسات مالية عمومية. يعني وصل الناس يستهتروا بمقدرات الدولة لدرجة أنه أنت تروح تأخذ رشوة وتعتبرها هدية وتودعها في بنوك عمومية، لا خوف ولا ملاحية لا حشمة، وتقابل في الناس وتقولهم أنا مانيش من السذاجة نحط أموال. لا مانيش من السذاجة، لأنك وصلت لدرجة تاع الطغيان اللي كنت ما كنتش تتوقع إطلاقا يجي واحد في يوم من الأيام اللي حاسبك. وهذا هو اللي خلانا نلتف حول جيشنا ونقولها ونعاودها، لولا الجيش الوطني الشعبي والله ما يسرى ويرجع الدم للركيب في البريد المركزي والضحية يكون
الشعب ما همش هاد الناس اللي هم في الحباس. على هذا الأساس أنا رجائي الوحيد لأن الناس الآن الشعب لازم يتحلى بالصبر وباليقظة، لأنه المرحلة هذه اللي رانا داخلين فيها مرحلة انتخابات رئاسية مرحلة صعبة لسببين. الناس اللي راح يتخلط حاليا ما يهمهاش الانتخابات تفوت ولا ما تفوتش، يهمها أكثر من ذلك، يهمها أنها لا تدخل في فوضى كما دخلوها في أواخر الثمانينات لما كانت الناس كانت تفسد، لما الناس كانت تفسد وباش يطمسوا جرائم تاعهم دخلوا البلاد في فوضى، وحابين يدخلوا البلاد في فوضى ومن بعد تكون هناك هدنة وتكون مرحلة انتقالية ومن بعد يرجعوا للتهدئة. ما هي إجراء التهدئة؟ إطلاق سجن صراحة السجناء ويمحوا الباص يعودوا صفحة جديدة. لوكتاه نبقاو هك لوكتاه. أستاذ عمر خبابة، نناقش تبعات هذه المحاكمة اليوم في الجلسة. ذكرت بعض الأسماء التي لم ترد في التحقيق وهي موقوفة في قضايا أخرى. تكلم هنا عن شقيق الرئيس ومستشاره سعيد بوتفليقة، عندما سئل عبد الغني زعلان الذي كان مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، وكذلك عبد الملك سلال الذي كان مدير الحملة قبله مدير حملة بوتفليقة، سئل عمن عينهما، قالوا بلي سعيد بوتفليقة بصفته شقيقه ومستشار، صفتين في اثنين، ومن يتحمل مسؤولية الأموال التي ضخت وتلك التمويل وذلك التمويل الخفي، قالوا بأن سعيد بوتفليقة وشقيقهما يتحملوا المسؤولية. هل ستكون هذه القضية مفتاحا مدخلا بابا أو نافذة للتحقيق في قضايا أخرى والتفرع نحو قضايا أخرى وإسقاط متهمين آخرين؟ ممكن جدا، لأنه الآن مدام أن هذه الأمور تم التصريح بها وفي جلسة علنية وأمور واضحة، اعتقادي وأن النيابة تحرك الآن للتحقيق في هذه الأمور. وفيه كثير من المتابعين اللي يقولوا باللي متابعات ممكن تطال شقيق الرئيس فيما يتعلق بقضايا الفساد، لأنه الآن هو متابع فقط بالتآمر على سلطة الجيش والدولة، لكن اعتقادي وأنه جاي لحقته المتابعة فيما يتعلق بمسائل الفساد إذا تم إثبات يعني الضلوع. طبعا الآن هي شهادة الشهود ومع ذلك ستعزز شهادة المتهمين، هنا يصبحون شهود في قضيته إذا كان تمت متابعته في لاحقا تعتبر شهادات. اللهم إلا إذا كان الملف زاد توسع عليهم هما كل، يعني هنا يوليو، وإن كان هنا في القانون شهادة المتهم على متهم لا يمكن الأخذ بها إلا إذا عززت بقارينة أو بدليل آخر، ولذلك هذه الشهادة تأخذ ويبدأ فيها البحث، إذا عززت تم تعزيزها بأدلة أخرى فأكيد يروح للاتهام. كيف تتوقع متابعة المسؤولين الحاليين الوزراء الحاليين في الحكومة الحالية لأطوار ومجريات هذه المحاكمة؟ كيفاش تابعوها اليوم وما يشوفوا في ربما رئيس حكومتهم سابقا أمام العدالة؟ هل هي العبرة فعلا وحقيقة؟ أكيد، وأنا اعتقادي وأنه بن قرينة يعني عبر عليها أحسن تعبير لما قال بلي أنا لما شفت المحاكمة هذه نعاهدكم بلي أنا المال هذا من المال العام لا أقترب منه يعني. فهو في الحقيقة هو كان وزير سابق يعني. نعم. فهذا اعتقادي وأنه هو ناطق رسمي غير رسمي باسم الوزراء السابقين. ولكن هذا التصريح الطريف يعبر عن حقيقة. شفت كيف يقولوا العرب يقولوا شر البالية ما يضحك. نعم. مرات يعبر عن قناعة وعن توجه موجود الآن. هنالك من يقول بأن فعلا من سيستوزر مستقبلا لن يقترب من الملعب. هل تتفق مع هذه الأطروحة أم أن الكرسي دوخ؟ لا طبعا هذه أكيد، هذه أكيد الوزراء وغير الوزراء. نعم. نظن بلي هذه المحاكمة والمحاكمات اللاحقة ستكون درس وعبرة لكل من تسند له مهام نتاع يعني مهام السلطة العمومية والاقتراب من المال العام، لأنه قال ما بقاش يعني يجيك الوقت يلحقك وقتك. هذه أولا لازم تعرفها، يعرف المشاهد، وهذه في القانون هنا عندنا لا جيريس بريدونس يسمى السوابق القضائية. هذه من السوابق تصبح موجودة. خاطر بكري قال الوزير ما يقدرش ما تلحقش الوزير الوالي وما نعرف وما تلحقش. الآن الوزير والوزير الأول رئيس الحكومة وضباط كبار في الجيش، وبالتالي هذه السوابق
ستكون في المستقبل سوابق قضائية اللي تولي موجودة. قال لا الوزير، احنا هذه المادة 573 كنا نقراوها ما كناش نعرفوها حتى كيفاش تطبق من هذا الميدان. إيه نقراوها بك في وما نقراوهاش خلاص. شوف انا نقول لك الحقوقيين في السابق والمحامين وكل المهتمين لما يلحقوا الباب هذاك نتاع اجراءات محاكمة القضاء الولاة ورؤساء الحكم يفوت عليها ما يقراهاش اصلا. لماذا؟ لانها بالنسبة لنا احنا حبر على ورق. اليوم راه ولات اصبحت في الواقع. شكرا جزيلا استاذ عمار خبابة. نتوقف عند فاصل قصير ثم اعود اليك استاذ حمزة برش. مشاهدينا فاصل ولا نعود، يبقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في هذا الجزء الأخير من برنامج ومن هذه الحلقة لبرنامج البلاد اليوم. سنواصل الحديث الآن من الناحية التشريعية والقانونية، الترسانة القانونية التي تمتلكها الجزائر لمحاربة الفساد، ونحن نتكلم عن قانون تم تعديله العديد من المرات وجنح الجنايات. أعود إليك الأستاذ حمزة برش. نتكلم عن قانون مكافحة الفساد الذي تحول إلى مشكل، ونتكلم عن الدستور الذي تحول إلى مشكل. المادة 177 من الدستور خلقت لنا مشكل في هذه القضية، أنه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لابد من إنشاء محكمة عليا خاصة بمحاكمتهم، ولا يحاكمون في المحاكم العادية. وهذه المحكمة العليا تعين وتنشأ بموجب قانون عضوي. لم ينشأ هذا القانون العضوي ولم تنشأ هذه المحكمة منذ عشرات السنوات، واليوم يقول وزير العدل بأنه لا بد أن يحاكم رئيس الحكومة في المحاكم العادية. كيف تنظر إلى هذه القضية قبل مناقشة قانون مكافحة الفساد؟ هي كان واحد الباب في القانون في الاجتهاد القضائي، لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بنص. ما كانش نص، ما كانش. بالنسبة لنا احنا المادة 177 من الدستور التي تتكلم عن المحكمة العليا للدولة التي يحاكم فيها رئيس الجمهورية نتيجة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى، أو وزير الأول نتيجة ارتكابه جناية أو جنح بمناسبة أداء مهامه، تخضع هذه المحكمة لقانون عضوي يعمل على تنظيم تشكيلته وتشكيلة المحكمة وتنظيم المحكمة وسير المحكمة. الآن مكان للمحكمة لقانون العضوي. المادة 177 ما زالت لم تفعل. ما دام المحكمة المادة 177 ما زالت لم تفعل، أعتقد في رأيي الشخصي أن المادة التي تفعل هي مواد الإجراءات الجزائية تاع المحاكمات العادية. امتياز التقاضي لما كاين نصوص قانونية نصت على امتياز التقاضي راحوا المحكمة العليا، ما كانش قانون عضوي. أنا في اعتقادي الشخصي يمكن في اجتهاد قضائي أنهم يحالون إلى محاكمة عادية أمام محكمة الجنح بناء على المادة قانون الإجراءات الجزائية، إلى غاية تشكيل هذه المحكمة ووضع قانون عضوي يصادق عليه أمام مجلس الوزراء والبرلمان بغرفته ويصبح ساري المفعول بناء على صدوره في الجريدة الرسمية. حينها فقط يمكن لأي شخص أن يحتج بعدم دستورية المحاكمة. ماذا تنظر في هذه القضية أستاذ عمار خبابة؟ المادة 177 من الدستور. هو صح، هو المادة هذه موجودة نعم في الدستور منذ الدساتير السابقة، ولكن لازم نعرف حاجة. أنا لما بدأت الكلام في ماي بدأوا يتكلموا، بدأت قال باللي ممكن ويحيى راه يتهم، ارتفعت أصوات بعض القانونيين وقالوا باللي لا يجوز محاكمته أمام، لا يجوز متابعته في ذلك الوقت. قالوا ما يجوز متابعته لأنه المحكمة غير مشكلة. ربما كلمت أنا يا وكتبت قلت باللي سيتم متابعته في المحاكم العادية، لا سيتم متابعته طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية. لماذا؟ لأن المادة تقول عضو إذا ارتكب عضو من أعضاء الحكومة. هو عضو، هو عضو، نعم هو عضو، هو وزير أول. أكثر من ذلك اليوم في اليوم في الاستجوابات تاعهم، ألم تلاحظوا أنه الاثنين الزوج الوزارة الأولين الاثنين يقول بلي أنا خاطي، أنا ما عندي حتى صلاحيات، أنا يا منسق، أنا جيت لقيتها هكذا، يعني معناه يكرس أنه وزير عضو. كما مرة قالك مرة واحد وزير أول تونسي ذهب لي نسيت اسمه، يقولوا له يحملوه مسؤولية، يقولوا أنت هو الوزير الأول، الوزير الأول، الوزير الأول في عهد الرئيس بورقيبة ربي يرحمهم كلهم.
قالهم نعم وزير الأول. بصح كيفاه؟ قالهم وزير الأول لأنني يعني ندخل أنا الأول قاعة الحكومة، هذا هو الوزير الأول. هكذا صرنا احنا. رئيس الحكومة اللي كان يحكم وعنده صلاحية صراحة جاء الدستور نتاع تعديل نتاع 2008 وزاد التعديل نتاع 2016 حالو كل صلاحيات ولا منسق إذن يطبق برنامج الرئيس من حيث الواقع فهو وزير، فهو وزير أول منسق. طبعا هي المادة تنص أن الوزير الأول ولكن في غياب المحكمة وطبقا لأنه عضو من الحكومة والآن كذلك القطار مشى هذا النقاش هذا كان يتناقش نهار المتابعة لما طالب أحمد أويحيى صباح اليوم من القاضي نهار الأول عند قاضي تحقيق لما طلبها اليوم كان كالتالي جواب القاضي قالوا أنت تعلم لماذا لم تنشأ هذه المحكمة وتعلم بلي ما كاش قانون عضوي أنت كنت رئيس أنت كنت وزير أول وزير أول ما درتوا الناس هذا المؤمن كان رئيس حكومة في السابق نعم. بل ما يولي وزير أول نعم إذن كل هذه المعطيات في الفترة التي تم تعديل قانون القطار مشى فيها القطار مشى أولا تم اتهامه وتمت متابعته وتم حبسه بناء على إجراءات نتاع قانون الإجراءات الجزائية العادية اللي هي فيها حق الامتياز وبالتالي هذه المادة 573 قول بأنه لما ينتهي التحقيق يحال المتهمون أمام المحكمة المختصة اللي هي محكمة العادية اللي هي محكمة سيدي محمد. أستاذ حمزة برش قانون مكافحة الفساد كذلك تحول إلى مشكل بعدما تم تجنيح الجنايات لما نتكلم عن تبديد المال العام ونتكلم عن الرشوة ونتكلم عن الاستغلال السيء للنفوذ بعض التهم التي كانت تعتبر جنايات وأصبحت تعتبر جنح بموجب هذا القانون الآن نحن مقبلون على رئاسيات على رئيس جديد على دولة جديدة كيف يجب أن نتعامل مع قانون مكافحة الفساد ألا تعتبر بأنه أولوية الأولويات لا لكن قبل ما نوصل لهذه النقطة لا بد للمشاهد الكريم أن يعي جيدا نحن كدفاع أحيانا ننتظر المحاكمة أمام الجنايات أفضل من المحاكمة أمام محكمة الجنح هذه وحدة محكمة الجنح هي سلاح ذو حدين قد يكون في صالح قد يكون ضدك لما تعي كيف تجرى المحاكمات في محكمة الجنايات وكيف تجرى المحاكمات في محكمة الجنح والعقوبات المسلطة في محكمة الجنايات والعقوبات المسلطة في محكمة الجنح تفهم الوضع قانون مكافحة الفساد فهمنا الوضع هاني جايك قانون مكافحة أول محكمة الجنح هي محكمة دليل يحكمها قاضي واحد محكمة الجنايات هي محكمة اقتناع فيها 3 قضاة و4 محلفين يعني تعتبر محاكم شعبية ممكن جريمة ارتكبت ارتكبها شخص معين يفوت المحكمة الجنايات ويقدر دفاع المتهم يأثر على المحلفين ويدخلوا لغرفة المشورة ويداولوا بالتصويت بنعم أو لا ويخرج براءة وأكثر من ذلك حتى قانون الوقاية من المخدرات ومحاربتها كانت بعض المتعلقة بالتجارة في المخدرات الجنايات رجعتها الجنح ولكن بعقوبة أشد مثلا التجارة في المخدرات لا تلحق العقوبة حتى 20 سنة رغم أنها في محكمة الجنح اثنين الآليات القانونية في قانون العقوبات الأقصى عقوبة في قانون العقوبات هي 5 سنوات في مادة الجنح في مادة الجنايات إلى الإعدام نرجع لقانون مكافحة الفساد قانون مكافحة الفساد فيه عقوبات من 6 أشهر إلى غاية 20 سنة يعني حتى العقوبة التي يسلطها قانون مكافحة الفساد هي عقوبات ذات طابع جنائي لأنها تصل عقوبتها إلى 20 سنة نفس العقوبات المسلطة أمام محكمة الجنايات ربما جنحها لسبب من أجل الإسراع في محاسبة الفاسدين لأن قضايا الفساد متعلقة بالمال العام ومتعلقة بوظيفة العمومي معنتها حتى متعلقة بالقطاع الخاص لموظف في القطاع الخاص معنتها عندها الطابع الاستعجالي أول حاجة ثاني حاجة قضايا ممكن تكون بسيطة مثلا رشوة تحكم في التلبس عليها تخليه أنت يا 4 أشهر 8 أشهر تحت الحبس أثناء التحقيق ومن بعد يستنى حتى الدورة تاع الجنايات على 6 أشهر ولا عام
يعني راح تاخذ وقت كبير وهي ما تحتاجش هذا الوقت. اذا بعض الجنح اللي هي متعلقه بقانون مكافحه الفساد جنحوها، ولكن العقوبه بقت هي هي نفس العقوبات اللي كانت في الجنايات، هي نفسها اللي ولات الان في محكمه في الجنح، بدليل حتى الماده 48 من قانون 0601 المتعلق بالوقايه من الفساد ومكافحته نصت على ان اذا كان موظف ضابط عمومي او ضابط شرطه او قاضي او منصب وزاري ولا العقوبه تكون اشد، معناتها من 10 سنوات ل 20 سنه حبس. وهذه عقوبات ننتظر العقوبة تقريبا هذه التي تكلم عنها أنا الآن في قضية أويحية وسلم. أنا باش ما أثرش في السيد الحسن العدالة، أنا الشيء الذي متأكد منه أن الوزراء المتابعين اليوم أمام محكمة سيدي محمد متابعين بموجب قانون مكافحة الفساد التي تنص عليه المادة 48 أنه ظرف مشدد باعتبارهم وزراء ورؤساء حكومات وزراء أول. الأكثر من ذلك ممكن حتى هذاك الرجل الأعمال ما تكونش عنده نفس العقوبة تاع وزير الأول، ممكن تكون أقل لأنه هذاك رجل الأعمال والأخر راه موظف سامي في الدولة، العقوبة تكون أشد من عقوبة رجل الأعمال. ممكن رجل الأعمال يحكمونه بعشر سنوات حبس، ممكن وزير الأول يحكمونه بعشرين سنوات حبس بناء على مادة 48 ظرف مشدد. كيف ينظر الأستاذ عمار خبابة إلى قانون مكافحة الفساد؟ كثير يتكلم عنه على ضرورة إعادة تعديله مباشرة بعد الرئاسيات ضمن تصور عام لإصلاح العدالة واستعادة العدالة النزيهة والحرة والفعالة في الدولة. هو ربما نختلف نوعا ما مع الأستاذ، وفي القانون القديم كانت العقوبات تصل إلى المؤبد لأنه كان فيه تدرج، لما يكون المال المختلس والمال اللي نهب يعني يكون مرتفع يعني القيمة تاعك، ما العقوبة كانت تتدرج مع المبلغ تاع المال تصل حتى المؤبد. ولكن هذه الأمور هذه يعني بالك وقع فيها تداخل، هذه المادة 119 والمواد اللاحقة لها هم هي الجماعة كي حبوا يغيروا القانون حركوا دوائر تطالب بعدم تجريم قضية سوء التسيير ودخلوها في هذا الإطار هذا. وهذا الوزير الأول هذا في حد ذاته يعني اتهم بأنه قام بأعمال تاع اليد النظيفة الأيدي النظيفة وأحال العديد من رؤساء المؤسسات على أحالهم ودخلوا من الحبس إلى غير ذلك، وكان فيه يعني تسريع لهذه الأمور، وبالتالي خلطت فيها يعني قاطعت فيها المصالح من عدة، وحركوا لها حتى حقوقيين كانوا يوميا يتحدثوا على قضية هذه عدم تجريم فعل سوء التسيير غير ذلك. وهي الآن بافقنا يعني بعد كل هذا النهار اللي انكشف هذا الحجم الكبير من الفساد ومن الرشوة ومن الاستغلال النفوذ ومن الأموال التي نهبت، بان الحال بأنه الأمر كان مدبر ولم يقتصر على قانون مكافحة الفساد، بل راح إلى كثير من الأمور من بينها مثل ما ذكرت قانون إجراء الجزائي فيما يتعلق بالضبطية القضائية إلى غير ذلك. إذن فهذا القانون أكيد مرشح لإعادة النظر فيه، وأكثر من ذلك أعود إلى مسألة المادة 177، اعتقادي وأنه المادة 177 ستلغى والمادة 573 ستلغى، يعني معناها في التعديل الدستوري الدستور المقبل المادة هذه تروح. كثير من المترشحين الآن يطرحون هذه الفكرة، لا يطرحون فكرة إلغاء حق الامتياز بالتقاضي. طبعاً توزير في حكم مثلك مثل أي مواطن. إيه وراه الإشكال 573 تروح والمادة 177 تروح. ممكن رئيس الجمهورية فيما يتعلق به يعني ربما لمنصبه السامي ممكن رئيس الجمهورية يعني يحاط بنوع من هذه، كل الدول تقريباً فيها هذا الأمر، ولكن في أمور معينة كاين ثلاث حاجات لازم في الدستور يتعدل. أولا الحصانة البرلمانية لازم تعدل، واللي مقتصرة فقط على أداء النواب المهمة تاع النائب داخل البرلمان ما تحقرش الناس وتقول عندي الحصانة. نعم يسموها الحصانة الموضوعية، معناها يسبب قيامه بأفعال التي يقوم بها وهو يمارس مهامه داخل البرلمان لا يمكن معاقبته عليها، أما برا
يعني لحقنا حتى لا شاهدناها مثلا في قضية عمار غول، في قضية الدين طليبة، العدالة وجدت أمامها عائق كبير. يوم نايب ما يخلصش النفقات تاع زوجته تاع ولاده، يطلق امرأة ما يخلصش النفقات تاع ولادها، تروح تشكي به ما تقدرش تحاسبه، يقول حتى نحيلوا الحصانة. راهي الأمور راحت لواحد المستوى من الزوجة مطلقة والله تحكم على زوجها بالنفقة ما يخلصهاش، تدير به شكوى عند وكيل الجمهورية توقف، يطلب هو يطلب رفع الحصانة لأنه نايب باه يتابعوا، يبعثها للبرلمان تقاسم ما يسمعوش به، ما يسمعوش به وما تحركش إصلاح. هذه الأمور، هذه الأمور في القانون كلها لازم تغير، يعني معناها هذه الامتيازات هذه لابد أن تزول، وهذه الحصانات اللي ما عندهاش مبرر. ممتاز، إصلاح العدالة أستاذ حمزة برش، تكلمنا وتكلم ربما أكثر شخص تكلم عن إصلاح العدالة هو طيب لوح، في كل خرجته يتكلم عن إصلاح العدالة وبوتفليقة، وبوتفليقة سيصلح العدالة. الآن الذي يشاهد هذه الخروقات وهذه الفضائح وهذه الكوارث المالية يتأكد بأن المنطق الذي كانت تسير به العدالة في فترة طيب لوح غير ما كان يعبر عنه صراحة بتلك المصطلحات. لا هو كيف ستصلح العدالة الآن؟ بالعكس احنا برك ما فهمناش، هو كان يقصد إفساد العدالة، لانه في عهده تاع كل عهدات السابقه تاع العصابه وين تلقى كلمه اصلاح يقصد بها الفساد، افساد، لانه دار اصلاح المستشفيات وافسد المستشفيات، اصلاح الوظيفه العموميه وافسد الوظيفه العموميه، اصلاح العداله وافسد العداله، يعني كل هذه المصطلحات احنا برك ما فهمناش. وكان يعي ما يفعل، بدليل رانا وصلنا وين وصلنا، يعني ارقام خياليه في النهب والسرقه. فيما يخص فقط النقطه المتعلقه بتعديل المواد القانونيه فيما يخص قانون العقوبات او قانون العقوبات او اي قانون في الجزائر، أول حاجة لابد أن نتفق جميعا بأن هناك الجزائر مكبلة باتفاقيات دولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتعاون القضائي. نعم. هذه الاتفاقيات وأعتقد ما تذكرش وش من عام مضت عليها الجزائر، وبموجبها ما تم تعديل القانون 0601 وألغت عقوبة الإعدام في قضايا الفساد. الفساد نعم. لأنه 2003 أعتقد الاتفاقية وقعتها الجزائر أنها تلغي عقوبة الإعدام فيما تعلق في جرائم الفساد المالي مع وقف التنفيذ. لا أصبح إلغاء العقوبة، إلغاء العقوبة ألغية تماما من القانون. نعم. تروح مثلا قانون العقوبات كاين عقوبات بالإعدام ولكن لا ينفذ الإعدام. نعم. لأنه جاءت اتفاقية عدم تنفيذ عقوبة الإعدام. الآن فيما يخص إصلاح العدالة، كان بعض واحد القاضي كان زميلنا فيما سبق، كان كنا نتحدث وكذا في هامش الجلسات، يقولنا يا أساتذة الوضع اللي رحقنا ليه موش خلاص، الردع أصبح لا ينفع، الوضع أصبح لا ينفع، الردع لا ينفع. لماذا؟ لأن أنت لما تدير ترسانة على قوانين وتضبطها وتشدد العقوبات في بعض الجرائم وفي المقابل ما تديرش إصلاح، ما تديرش قفزة. كان واحد الحديثة وقعت مع سيدنا عمر مع عمر بن العاص. نعم. لما قال له لما يأتيك سارق ما أنت فاعل به؟ قال قطعت يده، فقال له إن جاءني جائع قطعت يدك. يعني قبل ما تقوم عليه حد السارقة أصلح له أموره، خليه يأكل مليح ويلبس مليح ويسكن ويخدم، لما يروح يسرق قطع له يده. احنا دوك اللي كان نصلحوا العدالة ونهملوا الجوانب الاجتماعية والصحية والمعيشية تاع الناس، يسمى ما درنا ولا ندور في حلقة مفرغة تولي ديكتاتورية مقننة. وبالتالي أنا نقول أنه قبل ما نرجعوا لإصلاح العدالة نمشيوا الإصلاحات الأخرى الاجتماعية. بعد كي نوصل لإصلاح العدالة، إصلاح العدالة ماذا يقتضي؟ يقتضي فتح نقاش مع كل الشركاء والمساهمين في العدالة، محامين، محضرين، موثقين وقضاة. لماذا؟ لأن الأمور هي متشعبة جدا. أول عائق قبل ما تصلح العدالة لازم تلقى حل لكثافة الملفات. القاضي اليوم راه يدخل ب 200 ملف في الأسبوع، القاضي الأوروبي عنده 3 ملفات في الأسبوع، يعني حتى القاضي عدد الملفات راح يعكس نوعية الأحكام. وبالتالي قبل ما نصلحوا المنظومة هذه، كما لما تصلح المجتمع راح ينقصوا عدد القضايا. كاين بعض القضايا لا تقتضي اللجوء الى العداله، تقتضي الصلح بين بين على مستوى العائله، على مستوى العائله، على مستوى المسجد، على مستوى هذه كلها ممكن العداله تمشي فيها. تدير قوانين تسن مثلا عدم دفع النفقه يخلوها بين 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 في المسجد بين الناس الكبار. كاين بزاف جرائم نقدروا نتخلوا عليها. وبالتالي راهي منظومه فاسده، هذه كلها مخلفات تاع 20 سنه فساد. شكرا جزيلا. السؤال الاخير لك استاذ عمار خبابه، يقول الأستاذ حمزة برش بأن إصلاح العدالة يجب أن يكون مرفوقا مصحوبا بإصلاح اجتماعي، بإصلاح مالي واقتصادي لوضعية المجتمع كذلك، كيف تنظر أنت؟ طبعا هو الإصلاح شامل، أولا لابد من إصلاح النظام السياسي،
لما نكون في نظام يحترم فيه، يحترم فيه اختيار الشعب، يحترم فيه الديمقراطية بكل مكوناتها، هنايا الشعب يعني المجتمع، مش الشعب، المجتمع يساهم في الإصلاح. أنت لما تكون عندك جمعيات تاع المجتمع المدني صاهرة، وتسمى كاين لو كونتر بوفوار، تسمى السلطة المضادة، كاين أحزاب تخليها تنشط، كاين ناس شخصيات وإعلام، إعلام حر ومجتمع مدني حي ويتحرك، أحزاب تشتغل في 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 كنف الطمأنينة والحرية، وانتخابات نزيهة وديمقراطية، هذه كلها سهرة. أما أنك تروح لجهة معينة وتحب تصلحها ما تقدرش. شكرا جزيلا الأستاذ عمار خبابة، المحامي والناشط الحقوقي، شكرا على تلبية الدعوة وعلى مشاركتك معنا بهذه الآراء. شكرا جزيلا أستاذ حمزة برش الناشط الحقوقي، شكرا جزيلا كذلك لك على مشاركتك معنا وعلى هذه الآراء. شكرا جزيلا. مشاهدينا شكرا لكم، كنتم معنا وكنا معكم في هذا اليوم بداية من الساعات الباكرة لصباح اليوم في إطار هذه التغطية والبث الذي كان مباشرا لجميع المعلومات والأخبار التي تعلقت بهذه المحاكمة التاريخية. أصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية المباشرة، أضرب لكم موعدا معي ومع بقية الزملاء يوم الغد في تغطية مماثلة الجديد في وقته مع قناة البلاد. السلام عليكم، تصبحون على خير.